هؤلاء الناس قلة قليلة، كانوا وسيكونون دائما يعيشون في مختلف القارات، ويعبدون آلهة مختلفة، يمتلكون قوة خارقة لا تفسير لها. أحاديثهم نبوءات، وأعمالهم تخالف قوانين الفيزياء أحياناً. سنتحدث في برنامجنا هذا عن هؤلاء الغامضين المختارين من السماء، الخارقين. هذه أيسلندا، البلاد التي تعيش فوق البراكين. تبدو الأرض هناك وكأنها تتنفس، حيث تنفث البخار الحار من بواطنها، وتندفع الينابيع الفوارة نحو السماء، وتثور البراكين باستمرار. وتضرب الطاقة تحت الأرضية عبر حوافها، وعلى خلفية هذه الطبيعة المذهلة، الهزات الأرضية واندفاعات البراكين يصبح مفهوماً لماذا يعد الإيمان العميق بالظواهر الخارقة إحدى سمات الأيسلنديين الرئيسية. فعلى الرغم من دخول المسيحية إلى هناك قبل 1000 سنة خلت، إلا أنها قلما أحدثت تغييراً لدى الأيسلنديين، فالمعتقدات الوثنية للسلف ما زالت كما في الماضي قوية في هذا البلد. لا يركل أي إنسان حجر، لأن الجميع يعلم أن الإساءة للألف قد تؤدي بالفعل إلى التعاسة، وقد يلازمه سوء الحظ أو المصائب في حياته. من غير المتبع هنا التشكيك في أن بلد الجليد هذا مسكون من قبل الألف والجبابرة والأقزام والسحرة. أما أرواح الموتى فبمقدورها التواصل بكل بساطة مع الأحياء هنا. يقال في أيسلندا، إن كنت لا ترى هذه الكائنات فهذا لا يعني أنها غير موجودة. هذه ميزة شعبنا، لأن قلوبنا حتى الآن مفتوحة أمام عالم الموتى. لا نخاف من رؤيتهم، ونؤمن بوجود قوى في عالم الغيب ونتقبلها، وهي أيضاً تتواصل معنا. أعتقد أن الأمر في ثقافتنا، نعيش في أيسلندا لا ننسى أساطيرنا ونؤمن بها، ولذلك فإن زيارة شخص قادر على التواصل مع العالم الآخر أمر طبيعي. يزور هؤلاء السحرة أناس من كافة أرجاء البلاد، يعتبرونهم قادرين على كل شيء. يسمى الوسطاء بين عالم الأرواح وعالم البشر في أيسلندا بالسايكيكي، الخارقون. يمكن رؤية مثل هذه الصور في كل بيت هنا، فحسب التقاليد القديمة المتبعة منذ القدم في أيسلندا، تزين إحدى جدران المنزل بصور سلالة العائلة ابتداء من جدات الجدات وانتهاء بآخر مولود، وبمجرد النظر إلى هذا الألبوم العائلي يمكن التعرف على الجميع. هذه جدتي في الثياب الأيسلندية التقليدية. أترون بهذه الصدرية المطرزة؟ للجدة في هذا البيت مكانة خاصة، تحفظ أغراضها المحببة كما لو كانت في المتحف.
هذا ثوب جدتي، أحتفظ به وبإمكاني ارتداءه. وهذه قفازة خاطتها لجدتي عندما كان عمري 7 سنوات. لم ترمي راغنا أي شيء، بما في ذلك حقيبة جدتها هذه. هذه حقيبة جدتي، بطاقة بريدية، طلاء أظافر، ونظارات كانت ترتديها. اعتبرت راغنا راغنارس دوتر هذا الحادث كفأل. ربما تود جدتها إخبارها بأمر ما. هذا يعني أن عليها التهيؤ لسفرة طويلة إلى ريكيافيك، إلى الطرف الآخر من البلاد، للقاء وسيط الروحي. كانت جدتي تحب مثل هذه الزهور، فهي لا تتطلب اهتماماً وعناية كبيرة، إنها زهور حية. تقع مدينة أكيوريري شمال أيسلندا، الدائرة القطبية الشمالية على مرمى حجر من هنا حوالي 20 كيلومتراً. يخيم السكون والهدوء على خلفية القمم الثلجية البيضاء. تأتي راغنا إلى هنا، إلى مقبرة المدينة، كل أسبوع لكي تزور أهم إنسان في حياتها. كانت لدي جدة ربما من أفضل الجدات في العالم. كنا نقضي أوقاتاً طويلة جداً معاً. لقد علمتني التطريز والخياطة والطبخ. كنا في معظم الأوقات سوية، وكنا من أفضل الصديقات. قبل أن تنتهي معاناة راغنا إثر فقدان جدتها، سرعان ما تركها زوجها. لم تستوعب المرأة فعلته هذه، كيف استطاع التصرف بهذه الطريقة، إذ كان لديهم طفلة، والأهم من ذلك أنه كان يعلم بأن راغنا حامل وتنتظر مولوداً. كان عمري 26 عاماً فقط حين حصل الطلاق. كنت أربي طفلة عمرها 2 وحامل في الشهر 5. حين كنت أفكر بالماضي، كنت أرى أن حياتي الزوجية كانت فظيعة. خيل إلي أنا ومعي طفلتين ومن دون عمل أن حياتي قد انتهت. وجدت نفسي في الشارع ولم أكن أملك شيئاً على الإطلاق. حين لم تجد الحفيدة أحداً يواسيها، راحت تقضي ساعات طويلة في المقبرة وهي تتوسل وتقول: ساعديني يا جدتي. عندما توفيت جدتي انتهت الحياة بالنسبة لي، انتهت حياتي. في البداية كان الوضع صعباً جداً. وذات مرة نصحها أصدقاؤها قائلين لها: اذهبي إلى وسيط روحي واسأليه ما الذي عليك فعله وكيف تتابعين حياتك. السكان المحليون كغيرهم من سكان الشمال أناس منغلقون ولا يحبون كثيرا البوح بأسرارهم. أما الحديث مع الوسيط الروحي عن أوضاعهم الصعبة فأمر معقول حسب رأيهم، إذ يعرف هؤلاء كيفية التصرف. يستخدم بعض الوسطاء الروحيين أوراق اللعب أو الأحجار، وتساعد البعض الآخر الكائنات الآلفية النوردية. اخلطي. هذا يعني أن في الفرن الكثير من الحطب، ويعني ذلك بالأيسلندية أن حياتك مليئة بالخير، مشاريع كثيرة بانتظارك في المستقبل. على الجزيرة حيث السحر في كل مكان، يثمن السايكيكي الوسطاء الروحيون أكثر من الأطباء النفسيين. أعتقد أن الأمر في ثقافتنا،
نعيش في أيسلندا ولا ننسى أساطيرنا ونؤمن بها، ولذلك زيارة المعالج النفسي مثل الذهاب إلى المقهى لشرب فنجان قهوة في طريقك إلى العمل، إنه أمر عادي. البعض يزور طبيب الأسنان وآخرون يزورون السايكيكي، إنهما أمران متشابهان، يؤمن الناس بهذا ولا غرابة في ذلك. حين عقدت راغنا العزم وزارت لأول مرة الوسيطة الروحية فورغاتلور، رغبت فقط في معرفة ما الذي ينتظرها مستقبلاً وكيف كان لها أن تعيش. بدا مستقبلها قاتماً. كان عمري 26 عاماً فقط حين حصل الطلاق. كنت أربي طفلة عمرها عامين وحامل في الشهر الخامس. حين كنت أفكر بالماضي كنت أرى أن حياتي الزوجية كانت فظيعة. خيل إلي أنا ومعي طفلتين ومن دون عمل أن حياتي قد انتهت. وجدت نفسي في الشارع ولم أكن أملك شيئاً على الإطلاق. كنت ضائعة تماماً. ذهبت لكي أستفسر فحسب ما هو مصيري في المستقبل. اعتقدت راغنا أن لقائها بالوسيط الروحي شكلي ولم تعقد آمالاً كبيرة عليه، ولكنها دهشت منذ الجلسة الأولى حين قال لها فورهاتلور إنه يرى بجانبه امرأة متقدمة في السن. ما حدث لاحقاً أزال الشك كلياً. اقتنعت بأن ذلك كان طيف جدتها. عندما يأتي الأقارب المتوفون إلى الجلسات يجلبون معهم عادة الورود. حدثني الوسيط روحي بأنه رأى جدتي ومعها باقة ورد. كانت قد جلبت لي كمية كبيرة من الحفاضات. كانت جدتي تعلم بأني حامل وليس لدي نقوداً لشرائها. وبعد ذلك حين وضعت مولودي لم أشكو فعلاً من قلة الحفاضات، ففي المخزن القريب تواجدت كمية كبيرة منها منتهية الصلاحية. أعطاني صاحب المحل تلك الكمية الكبيرة، أي أن جدتي اهتمت بي من عالم الأموات. ومنذ ذلك الوقت أصبح الوسيط الروحي السايكيكي فورهاتلور وسيطاً بين عالمين، بين راغنا وجدتها. هذه حقيبة جدتي، بطاقة بريدية، طلاء أظافر ونظارات كانت ترتديها. تنطلق راغنا في الصباح الباكر للقاء جدتها. أمامها طريق طويلة تمر عبر سلسلة من براكين نشطة وعبر تصدعات صخور القشرة الأرضية. المسافة بين مدينتها إكيوريري وريكافيك حيث يعيش الوسيط الروحي 450 كيلومتراً. اسم الوسيط الروحي فورهاتلر جودمونسون معروف في المنطقة. كان يعيش في السابق شمال إكيوريري أيضاً، ولكنه انتقل إلى العاصمة فعدد السكان فيها أكبر، وهذا يعني أن الزبائن فيها أكثر. الوسيط الروحي هو الشخص الذي يؤكد أن الحياة موجودة بعد الموت، أي هو من ينقل الرسائل من عالم الغيب إلى عالمنا. لا يتنبأ بالمستقبل، يجيب فقط عن أسئلة ما. نعم، إنه يقول ما تمليه عليه الأرواح من السماء. كان الكبار يسألون فورهاتلور عندما كان صغيراً إلى من تتحدث؟ لا يوجد أحد بالقرب منك، إلا أن الطفل كان يذكر بثقة أسماء أصدقائه غير المرئيين ويصف هيئاتهم ويكرر قصصهم. لم يكن يميز بعد الموتى عن الأحياء. لا يمكن القول بدقة متى رأيتهم للمرة الأولى. كان يخيل إلي إنهم كانوا يتحدثون معي طوال الوقت، ولذلك كنت أعتقد أن هذا أمر طبيعي عندما كنت صغيراً. في دولة أخرى مثل هذا الاعتراف كان سيبدو غريباً جداً، ولكن ليس في أيسلندا. لن يفكر أحد بالتهكم على شخص يرى الأرواح والإلف. أولئك الناس من النخبة هنا ويتمتعون بمكانة خاصة في المجتمع. انتسب فورهاتلر بعد المدرسة إلى نقابة دراسة الأرواح،
وهي مدرسة فريدة من نوعها لوسطاء الروح. الأكثر خبرة منهم في أيسلندا علموا الشباب استخدام قدراتهم بشكل صحيح كالتواصل مع عالم الغيب، والأهم من ذلك استعادة الطاقة بعد العمل. يقول وسطاء الروح بأن التواصل مع العالم الآخر منهك جداً، كالسير لعشرات الكيلومترات. أرى الأرواح كلها بالعين الثالثة عن طريق هذا الجزء من الرأس. تنفتح العين الثالثة لدي بفضل الطاقة الداخلية حين تكون الأرواح ساطعة جدا بإمكاني وصفها. حين تأتي الأرواح تقف بجانب الشخص أو بجانبي، يحدث هذا في كل مرة بشكل مغاير. يجب أن يكون لكل وسيط روحي مصدر للقوة يستطيع التزود بالطاقة الحيوية منه خلال بضع دقائق. كانت هذه الهضاب الحمراء تجذب فور هاتلر إليها دائماً. حين مر قبل عدة سنوات بالقرب منها شعر بأن عليه التوقف فيها. كان المكان يرتج بفعل الطاقة الباطنية، وجد الوسيط الروحي بهذا مصدراً لقوته، وأصبح يأتي إلى هنا مرة في الأسبوع على الأقل. قرر فور هاتلر زيارة المكان بعد أن علم أن امرأة له معرفة قديمة بها من مدينة إيكيرير ستزوره قريباً. يعد فور هاتلر خليفة لسيغوردور يونس دوتر، أقوى وسيطة روحية في أيسلندا. كانت تستقبل في وقت ما طالبي العون في الغرفة ذاتها التي يعمل فيها الآن. أنا كالهاتف أسمع أصواتهم وأعطي جسدي للأرواح، أما فورد هاتلور فيرى الأموات من خلال العين الثالثة ويميز خيالهم ويرى هيئتهم. تبلغ سيغوردور يونس دوتر من العمر 82 عاماً. يصعب على هذه المرأة الأيسلندية في سن الوقار هذا أن تكون وسيطة بين الأحياء والأموات، ولكنها اليوم تشذ عن القاعدة، وبعد أن وصلت دخلت في نشوتها. أنت روسي أليس كذلك؟ لقد عشت في أيسلندا. نعم، انتقلت إلى هنا. في روسيا عملت كمدرس. قبل 5 سنوات فقط كانت تصطف طوابير من الراغبين في الحديث مع من رحل إلى عالم الموت وفي الحصول على توقيعها. وعلى أساس جلسة الوسيط الروحي كتب كتاب كامل عن الحياة بعد الموت. هذه ميزة شعبنا، لأن قلوبنا حتى الآن مفتوحة أمام عالم الموتى. لا نخاف من رؤيتهم، ونؤمن بوجود قوى في عالم الغيب ونتقبلها، وهي أيضاً تتواصل معنا. هذه خصائص الشعب الأيسلندي. قدم إلى جلسة سيغوردور في التسعينيات زبون غير عادي اسمه جودموندور كريستينسون. لم يهتم الرجل بأسئلة بسيطة عن المستقبل، كان يبحث عن أجوبة على سؤاله هل هناك حياة بعد الموت؟ ولذلك كان يتردد على الوسيط الروحي يومياً طيلة عدة أشهر لكي يسجل أحاديث ضيوف من دار الآخرة. كنا نتفق على أن الجلسة ستبدأ مثلاً في الساعة الثانية لكي يكونوا على أهبة الاستعداد في العالم الآخر. كنا نجلس ونقرأ الدعاء ونسترخي، وبعدها كان يغرق الوسيط الروحي في نوم عميق جدا، حتى أنني كنت أقلق فيما إذا كان قد توقف قلبه. ومن ثم كان يستيقظ الوسيط الروحي وقد بعثت في جسده روح الشخص المتوفى، ويصبح بالإمكان التحدث إليه كما نتحدث الآن معكم وطرح أي سؤال. هذا ممتع جدا. بعد التواصل طوال 50 جلسة مع أولئك الذين تحدث بلسانهم الوسيط الروحي، ألف جودموندور كتاباً عن الحياة بعد الموت. لقد أعيدت طباعة الكتاب 6 مرات. هذا الموضوع رائج جداً في أيسلندا الصغيرة، ويهيئ الكاتب اليوم النسخة الإنجليزية. لقد كتبت فصول جديدة عن وسطاء روحيين آخرين في أيسلندا، من ضمنهم فور هاتلور.
يوقف الوسيط الروحي سيارته في راغولار، أي الهضاب الحمراء. تكونت الهضاب قبل 5000 عام أثناء انفجارات هائلة للبراكين تشكلت عندما كانت الحمم البركانية بعد اصطدامها بالكتل الجليدية تبرد وتتجمد مشكلة ما يشبه الفوهات البركانية. إنها طاقة قوية مشحونة بالقدرة، وأنا أقول للناس دائماً قوموا بتأريض أنفسكم. أقول لهم أن يقفوا ويتصوروا النار أمامهم. هناك كثير من الطاقة، إنه مكان قوي كان في الماضي حمماً بركانية، ولذلك فإن هذا المكان قوي وهنا يمكن التنزه والتواصل مع الأرض ووضع كلتا القدمين على الأرض والتفكير بالنار التي تدخل إلى أقدامكم. إنها طاقة حمراء، فكروا بالنار الحمراء، فكروا أن تضعوا أقدامكم على الأرض وتتشبعوا بالنار من حولكم. تأتي الطاقة الحمراء إلى الوسيط الروحي من الأحجار الحمراء، وهي قطع من الحمم المتجمدة، يعود الفضل في لونها المشبع إلى أكاسيد الحديد التي خرجت من باطن كوكبنا. الهضاب الحمراء هي حمم متجمدة حمراء وطحالب خضراء ورماد أسود. المنظر خيالي وكأنه وليد تصورات كاتب فانتازيا. من غير المستغرب أن تصنف طبيعة أيسلندا كطبيعة غريبة عن كوكب الأرض، وكأنها دخيلة على كوكبنا. وأين يمكن للإلف أن يعيش إن لم يكن في هذا المكان؟ يؤمنون هنا بأن مخلوقات الإلف خارقة القوة يرونهم ويشعرون بهم. إنه أمر طبيعي بالنسبة للثقافة الأيسلندية. لماذا نستبعد احتمال وجود أناس آخرين أبعاد أخرى ناقلة للطاقة في ترددات أخرى؟ لماذا لا؟ ربما تكون هذه خرافات؟ كلا، لا تسمي ذلك خرافة لأنها ليست كذلك، هذه حقيقة. مرحبا أيها الأصدقاء، أهلا بكم في مدرسة الإلف. يدرس مدير المدرسة ماغنوس كارفيندنسون الكائنات غير المرئية منذ 35 عاما. طرحت أسئلة كثيرة من قبل المرشدين السياحيين والسياح حول من هم الإلف، فقررت فتح مدرسة لأحدث كل الراغبين مرة واحدة في الأسبوع عن الإلف. نحن ندرس مظاهرهم، أفعالهم، وأكلهم، وحياتهم. يسجل ماغنوس أحاديث الوسطاء الروحيين مثل فور هاتلر حول عالم الغيب. لم يرى بنفسه أبداً الكائنات الصغيرة، ولكنه يثق بأن 8000 شاهد عيان، وهو العدد الذي استمع إلى رأيهم، لا يمكنهم أن يخدعوه. يقول أولئك الذين يؤمنون بالإلف: حينما كانت جدتي صغيرة رأت الإلف ولعبت معهم وأكدت لجدتي بأنها لم تكذب علي. أو يقولون: رأى جدي عندما كان صغيراً الإلف. أو أن يقولوا: رأى أبي، أو حدثتني أمي، أو عمتي، أو خالي، أي أولئك الأقارب الذين يثقون بهم. وهذا يعني أن ذلك حقيقة. الإلف هم ما يميز أيسلندا عن عدد كبير من البلدان الأخرى. حسب أقوال شاهدي العيان، فقد رسم مدير المدرسة صور الكائنات غير المرئية، والنتيجة كانت 13 شكلاً لإلف، وأربعة أنواع من الأقزام، ونوعين من الجبابرة، وثلاثة أنواع من الجنيات. ولم يتوقف الأمر عند هذا، إذ لم يتمكن ماغنوس نظراً لأشكال الإلف المختلفة من تسجيل جميع الأنواع في كتابه الأخضر، لكن مدير المدرسة مستمر في العمل بهذا المجال. يسمي الأيسلنديون جميع هؤلاء المخلوقات بإلف، وهي متنوعة. هناك الصغيرة وتسمى الإلف الوردي، ومن ثم هناك إلف الطبيعة، والإلف الخشبي، وإلف الغابات، والإلف المنزلي، وإلف الطبيعة، وهو أضخمها، طوله ما بين 70 إلى 80 سنتيمترا، وهو أكبرها. ويدعى ذلك النوع من الناس المتوارين عن الأنظار بإلف هولدوفورك، وهذا نوع تتميز به أيسلندا فقط، وهم إلف من البشر، لهم جسم ووجه إنسان.
كل من يرغب في سماع آخر الأخبار عن الشعب الخفي يأتي إلى هنا إلى مدرسة الإلف. يلخص ماغنوس كل يوم جمعة أخبار الأسبوع الفائت. انظروا إلى هذه الأحجار المختلفة الألوان. كانت تتنزه إحدى الفتيات بالقرب من حجرة كبيرة وهي منزل الإلف، وصادقت الإلف اللطيف، وفي إحدى المرات خرج إليها ومعه حفنة من الأحجار وقال لها مدي يديك، ونثرها في يدها. هرعت الطفلة إلى أمها لتريها هدية الإلف، وحين سمعنا بهذه القصة طلبنا إعطاءنا تلك الأحجار لفترة وجيزة كي يراها طلابنا في المدرسة. هل الإلف موجودون فعلاً؟ لا يشك أحد في أيسلندا بهذا. استطلاع الرأي الأخير كشف أن 60% من الأيسلنديين يؤمنون بأن الشعب الخفي موجود فعلا. هذا الأمر منتشر جدا هنا، ويكون عادة إما على شكل حجر أو على شكل مرتفع، ويصادف عندنا في البلاد في العديد من المزارع. تجري أحياناً استطلاعات شعبية في ريكيافيك وغيرها من المدن، حيث يسأل الناس في الشارع هل تؤمنون بالألف؟ يجيب البعض بأنه يؤمن، والبعض يقول كلا لا أؤمن، ويطلب من الذين يجيبون بأنهم لا يؤمنون ها هو حجر، اضرب من فضلك الحجر بقدمك. لن يركل أي شخص الحجر، لأن الجميع يعرف جيداً إذا أسأت للألف قد تلزمك التعاسة ولن يحالفك الحظ في الحياة. تاتيانا ييشوك مرشدة سياحية ذات خبرة ترافق السياح إلى أماكن الألف. عند مدخل مدينة ريكيافيك تصادفك إشارة طرق طريفة، هنا يعيش الإلف. شيدت حديقة إلف كبيرة في المدينة، يقال إن الشعب الصغير بنى هنا عاصمته. لا يمكن رؤيتها بالعين العادية، ولكن النخبة قادرة على رؤية معالمها. ها هنا على سبيل المثال تقع كنيسة الإلف، ومن حولها تعيش أسر الإلف يمارسون أعمالهم اليومية. كاميرا التصوير ليست قادرة على التقاطهم، إلا أن المرشدة السياحية تصر على أن أمبا وهي امرأة من الإلف في هذا المكان تطبخ الآن حساء السمك لأفراد الأسرة. هذا هو ألف فرودة، يجلس في نافذة المنزل ويستمع إلى قصصنا عن الألف، يشرب الشاي مع العسل. نعم، يؤلف كتباً كثيرة عن عالم الألف ويرغب في نشرها في عالم الإنسان. أنفه كبير وكذلك أذنيه، وعمره 900 عام. الألف في كل مكان حسب تصورات الأيسلنديين. أيسلندا بلد الطرق وآلاف الأحجار، كما لو أنها بعثرت على حافة هذه الطرق. يعتقد السكان المحليون بأن كل حجر هو منزل لألف. لدى الأيسلنديين تقليد، عندما تزور أماكن الألف عليك تقديم هدية للألف. لا بد من الصداقة مع هؤلاء الجيران، إذ سيصاب بالأذى من يعادي الألف. ولذلك حتى نقل الحجارة أثناء أعمال البناء يجري بموافقة الألف. يأتي إلى المكان الوسطاء الروحيون للتفاوض معهم. ففي أيسلندا أكثر الأسئلة الموجهة للوسيط الروحي هي أي مكان أفضل لإرساء أساس البناء كي لا نزعج الألف؟ حينما قررت راغنا بناء منزلها سافرت إلى ريكيافيك لزيارة فورهاتلور لاستشارته. خافت كالجميع من إثارة غضب الألف وبالتالي من الفشل في أعمالها. حينما بدأنا ببناء المنزل هنا كانت تراقبنا امرأة من بعيد، كانت تقف وتشاهد ما الذي نفعله. لقد رأيتها بشكل واضح، يبدو أنها كانت ترغب في معرفة ما إذا كنا سنزعجها ببناء المنزل، ولكن كل شيء كان على ما يرام. لا يقتصر الإيمان بالحكايات المحلية على السكان المحليين والبالغ عددهم نحو 300,000 نسمة، بل الحكومة أيضاً. إحدى النساء من اللواتي يسمعن الألف وتصادقهم وتتواصل معهم طوال سنوات عديدة أعلنت أن الألف يطلبون نقل منزلهم، وهو حجر ضخم من الجزيرة الرئيسية الواسعة إلى تلك الجزر. وقد نفذت الحكومة طلب الألف ودفعت تكاليف نقل تلك الصخرة الهائلة وأسرة الألف. ينظر إلى كل هذا بشكل جدي جداً، حتى أن النبأ ورد في الأخبار وكتبت عنه الصحف.
تسعى السلطات إلى الحفاظ على الأماكن التي يعيش فيها الإلف الخفي، حتى وإن شق الطرق في مكان تتقاطع فيها مع دروب الإلف، فإنها تسعى إلى تضييقها كي يتسنى للكائنات الخرافية عبورها. يضيق الطريق في هذا المكان. اتخذت سلطات هذه المدينة قبل 40 عاماً قراراً بتوسيع الطريق. يعيش في هذا المكان الألف، وهذه هضبة ألف. حينما ساقوا آليات البناء إلى هنا، تعطلت الآليات في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني ظهرت إصابات بليغة لدى العمال، وبالنتيجة اتخذ قرار بعدم تعكير هدوء هذا المكان وترك كما هو. منذ مدة قصيرة أوقف مئات الأيسلنديين جرافات كانت تنوي شق طريق سريعة من شبه جزيرة ألفتانس إلى ضاحية مدينة ريكيافيك. كان لابد للطريق الجديد من أن تسيء إلى منازل الإلف، واعترفت المحكمة بأن طلب السكان قانوني، مشيرة إلى أنه ما دام هناك إيمان بالإلف فهذا يعني أنهم موجودون فعلاً. في أيسلندا تؤمن رغماً عنك بأساطير الإلف وعلاقتهم بالبشر. غير المنتج الموسيقي المعروف ستينر بيرغ حياته جذرياً بفضل الإلف الخفي. لقد عمل مع العديد من النجوم الأيسلنديين إلى أن جاء إلى هنا قبل 13 عاماً. توجه إلى هذه الشلالات وقرر شراء هذه القطعة من الأرض كي يقضي بقية عمره هنا. حينما بدأ بناء البيت لم يتمكن من التخلص من إحساس يراوده بأن أحداً ما يراقبه. وفي إحدى المرات ألقى نظرة نحو المنحدر فوجدها. رأيت هذا الوجه الخرافي وبدأت التحدث إليها والاستفسار عن سبب وجودها هنا عن طريق التخاطر. اسمها دريفا، كانت تبتسم. جميع الأقزام تخاف من ضوء الشمس، ومع أشعة الشمس الأولى تتحول إلى حطب، لكن دريفا تحب مشاهدة الشلالات. فتحت بعدها حديقة وسميتها روك إن ترول. يأتي إلي السياح، وقد كتبت كتابا عن الأقزام والإلف. لم يفقد سكان البلاد عقلهم من الإلف، إذ أنهم لا يختلقون الخرافات، وإنما يروون الإلف ويسمعونهم ويشعرون بسحر الجزيرة حقا. يمر التصدع التكتوني على طول أيسلندا. سأريكم الآن. لدي هنا صورة، انظر. أشير إلى التصدع. النقاط الحمراء هي براكين موجودة على طول التصدع. تم تعليم البراكين النشطة فقط. آخر مرة ثار فيها البركان كان عام 2000. بركان هيكلا أنشط بركان أيسلندي. ينتظر العلماء ظهور الدخان من فوهته في كل لحظة. موعد الثوران الجديد أصبح قريباً، والتجول اليوم بجانب البركان خطر جداً. طريق راجنا بالمناسبة يمر بجانب بركان هيكلا. هذا يعني أنها قطعت نصف المسافة إلى العاصمة ريكيافيك. إنها مضطربة جداً. هذه حقيبة جدتي، بطاقة بريدية، طلاء أظافر، ونظارات كانت ترتديها. المرة الأخيرة التي ذهبت فيها راجنا للتواصل مع جدتها كانت قبل شهر ونصف. بما أن جدتي طلبتني بشكل عاجل فهذا يعني أن أمرا ما قد حدث، وتريد أن تحذرني من شيء ما. فلنذهب لأريكم. يعيش المتقاعد إيجيل يوهانسون قريبا جدا من البركان.
حتى أن الممر المؤدي إلى بيته معبد بأحجار من حمم حمراء بركانية كذكرى عن الحرارة العالية التي كانت هنا عام 2000. كان الرجل أول من شاهد بداية ثوران البركان، يقول إن الإلف أخبره مسبقا بذلك، فهم قريبون منه. وها قد بنوا هنا أمام عينيه مدينة خفية كاملة للإلف. وها هنا أمام هيكلا بالذات لديهم بيت إلفي وتلة إلفية. إنها مدينة كاملة، يسلكون هذا الدرب كثيرا ويمرون بهذا التقاطع ويتجولون هنا وهناك وفي المدينة، أي أن الحركة نشطة هنا. قبل مدة قصيرة جدا أجريت لهذا الرجل عملية في الرئة، وحين عاد من المشفى تبين أنه لم يعد قادرا على رؤية أصدقائه بعد التخدير. والذي أحزنه أكثر هو أنه لم يعد يرى صديقه الإلفي الذي يعيش بجانب الجسر. بالقرب من هنا يعيش رجل عجوز من الإلف، كنت أتواصل معه سابقا وكنت قادرا على رؤيته، والآن أشعر به فقط ولا أراه. وصلت راغنا بعد مضي 5 ساعات في الطريق إلى ريكيافيك، تسرع إلى لقاء الوسيط الروحي. ستعرف الآن ما الذي تريد أن تقوله جدتها ولماذا استدعتها. هذه حقيبة جدتي، بطاقة بريدية، طلاء أظافر، ونظارات كانت ترتديها. كان فورهاتلور قد عاد من التلال الحمراء، يشعر الآن بتدفق قوي جديد وقد أصبح مستعدا للجلسة. يغلق الستائر ليجعل الغرفة مظلمة ويشعل الشمعات ويضع موسيقا هادئة. يكرر الوسيط الروحي هذا الطقس كل يوم. الاستسلام للعتمة والهدوء يساعده على ضبط نفسه للعمل. أضيء الشمعات وأشغل الموسيقى وأقوم بإجراءات عادية. من المهم جدا مراعاة المسافة بيني وبين الزبائن لكي لا أخذ كل شيء على نفسي، إذ أن روح المتوفى قد تلتصق بي. وبالكاد أن يبدأ فورهاتلور بتدفئة يديه الباردة حتى أن يظهر طيف الروح. ولكن في هذه المرة ليس طيف الجدة أبداً. تبين أن والد راغنا المتوفى طلب منها أن تأتي إلى الوسيط الروحي، وحسب قول راغنا لم يناديها والدها سابقاً من عالم الأموات أبداً. يقول الوالد إنه سعيد جدا برؤيتك، أحسنت بالمجيء، يرغب جدا في أن ينقل إليك رسالة. لا داعي لدخول أي نشوة أو غيبوبة كي يتواصل السيكيكي فورهاتلور مع عالم الأموات. كل ما يفعله هو غلق عينيه لكي يرى من خلال العين الثالثة الطيف الذي يقف بجانبه. حسب الاعتقاد السائد يأتي الشخص إلى الوسيط الروحي ومعه أصدقاؤه وأقاربه المتوفين، أرواح أولئك الناس المقربين منه عندما كانوا أحياء. يقدمون كل المعلومات إلى الوسيط الروحي عن طريق التخاطر، ولكن بعد الجلسة لا تغادر الأرواح الميتة فورا إذا لم تكن قد قالت كل ما لديها. المحادثات مع العالم الآخر كانت مرهقة جدا بالنسبة لفورهاتلور في البداية. لم يكن يعلم ببساطة كيفية إسكات الأرواح وكيف يطلب منها الرحيل، كانت تلازمه الأرواح حتى في الليل. اختلف الأمر الآن، يجري الوسيط الروحي طقسا لهذا الهدف يطفئ الشموع، وهذا يعني أن التواصل قد انتهى اليوم. في أغلب الأحيان أنهي عملي هنا وأنصرف، ولكن بإمكاني أحياناً أن أصادف أرواح المتوفين حين أتحدث بالهاتف أيضاً، وحين أتسوق أو أمشي في الشارع، إنهم في كل مكان. يجري الحديث أثناء الجلسة بصوت منخفض جداً وباللغة الأيسلندية. لو أن الوسيط الروحي غير موجود سيبدو الحوار وكأنه حديث عادي بين ابنة ووالدها.
Já. Og þú ert að nýta þér líkna lík í tarotspilum. Já, já. ساعدت هذه الجلسات مع عالم الغيب راجنا في التخلص من معاناة الطلاق، ففي كل جلسة كانت الجدة تكرر قائلة: قاومي، بإمكانك القيام بذلك. وتمكنت الحفيدة بالفعل أن تسترد عافيتها. في البداية وجدت عملا وباتت تعمل مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لدى الوسيط الروحي، تترجم للسياح الأجانب ما تقوله الأرواح. ومن ثم التقت بشكل مفاجئ جدا بزوج المستقبل، رغم أن الجدة لم تنذرها بذلك، بل كانت مفاجأة سارة. رغم ذلك باركت الجدة هذا الزواج وقالت: سيكون زواجا سعيدا. وبالفعل أصبح زوج راجنا فورا بمثابة الوالد بالنسبة لبناتها. عادت راجنا للتو من الوسيط الروحي بعد أن أمضت 5 ساعات في الطريق من ريكيافيك إلى منزلها، ولكنها تبدو غير متعبة أبدا. كانت تفكر طوال الطريق بما قاله والدها لها. كان راقصا ممتازا في حياته، تحتفظ راجنا إلى يومنا هذا بحذائه بالقرب من الموقد. نقل إليها الوسيط الروحي أثناء الجلسة أن والدها أصيب بالخيبة من كون حذائه غير نظيف، وهذا يعني أن عليها تصحيح خطائها. لن يتجرأ أي أيسلندي على تجاهل طلب أرواح الأجداد مهما بدا غريبا ومضحكا أو بسيطا، ناهيك عن عدم تنفيذه. لا يفرض في هذه الجزيرة على أحد الإيمان بعالم الغيب، وإذا شككت بالأمر فسيندهش الأيسلنديون فعلا وسيقولون: هل حقا لا تؤمن؟ لا المناخ القاسي ولا العواصف الثلجية ولا البراكين الثائرة ولا الزلازل المتكررة، لم تتمكن جميع هذه العوامل من التأثير على ثقافة هذا الشعب. يبدو أن كل شيء ممكن على هذه الجزيرة، حيث تتجاوز الطاقة حدودها. ولذلك تحدث في أيسلندا أمور مدهشة تسمى في بقية العالم بالقصص الخرافية، قصص يصعب تصديقها بسهولة. وقد يسهل إن صادفت في الشارع إلفا حياً أو أحداً من السايكيكي الوسيط الروحي الذي سيقودك إلى العالم غير المرئي للأجداد.